تقول بسم الله. الله، الله هو المألوه أي المعبود، محبة وتعظيما، خوف ورجاء. أو أن اسم الله سبحانه وتعالى هذا لم يسمى بأحد، لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب. الله مرجع لكل الأسماء. تقول قال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. عند النداء في الله لا تحذف الألف واللام أصلية. اسمع معي، تقول يا حي يا قيوم، صح؟ تحذف الألف واللام من الحي والقيوم. أما عندما تقول يا الله لا تحذف الألف واللام. إذن عندنا في لفظ الجلالة الله أمور خمسة: هو المألوه المعبود، محبة وتعظيم. قيل أن اسم الله الأعظم لم يسمى أحد بهذا الاسم، مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، الألف واللام لا تحذف عند النداء. بسم الله. الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن ذو الرحمة العامة بكل الخلق، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الرحمن صفته والرحيم فعله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد هذا تقرأ